بسم الله. بسم الله، أعلن عن افتتاح الاجتماع المخصص لمجتمع المدني وتحقيق الفرص. ربما سيكون هذا الجمع إن شاء الله هو الجمع الأخير في هذه المرحلة، أي سيكون هو الجمع الأخير في هذه المرحلة أي ما قبل الانتخابات. إذن كما قلت سيكون هو الجمع الأخير قبل الانتخابات الجماعية. بطبع الحال القانون المنظم للجماعات يقيم قوست بليوس منسيوس مازيح ما استعرفت ما إذن هذه يعني الجمعة الأخيرة ما قبل الانتخابات الجماعية والجهوية. المجالس الرئاسة إن شاء الله للمستقبل نتمنى فعلا المقتضى يا والدي للمادة 14 من القانون المنظم للجماعات. مع كبير الأسف في المغرب يكمل الوظيفة على حد بزاف رغم الأهمية للموضوع يا والدي. قسم الجماعات شنا على مستوى المنطقة الشرقية ربما هنايا مثلا الجماعة هذه فعلا ولكن بالطيب تم جوارات ديال المنطقة. كل جوار خصها الزوم أكلوا الشتاء الحضور ثم الزوم أحمق باسم المجلس البلدي بالطيب. أتمنى إن شاء الله لقاء أول هذه فرز ربع الأفكار من خلال النقاش إذا نقوم. هذه ريد الأفكار من عبارة عن ملتمسات أو توصيات أو خلاصات اللقاء. قبل ما أدعو من الأهمية للجناية الثانية الشيء فعل المقتضى اشتغلت الجناية الثانية خلاصة توصيات النص زي اشتغل على مستوى المجلس البلدي ميمي مرة مجلسي خدم وحدس المجتمع المدني خدم وحدس تف خبيدين اثنين توجهات مختلفة. خبيدين المجلسي السيدي المجتمع المدني طبعا المجتمع المدني مكون من مختلف فئات المجتمع المغربي تف خدم نفس التوجه نفس الرؤى نفس الحاجيات للمواطنين لا احسن الانسجام جاء الناخب بالمنتخب ما احسن الانسجام كثير العمل مفيد جدا للمجلس يتلبى رغبات المواطنين يتلبى رغبات الساكنه في جميع القطاعات يثير عند حسن ظن المواطنين بصفه عامه والمنتخبين كينتخبا بصفه خاصه. خصوص المناسبة هي ربعة النقاط. طبعا ديني أمننا أستاذ القادرين من عروض هذه الصوم الإخوان كلش جديد الناس شخص كخبعة السعيدة ربعة الرسائل قبل ما نتناول العروض من بعد العروض اللي هذه النقاش من بعد الخلاصة. طبعا اللقاء هو خمسة ونهارا نبقى نهارا وديدوا هذا مزوارو ونتمنى ويديروا هذا نهارا الشيء اللقاءات نختيرين دائما ومستمرة شان يودا نزاري ديثود النخ شان زاري ديثود النسل شان يودا نزاري دي القهوة حد نزاري دي المناسبة ديني أعراس ديني مناسبات أخرى دين أفراح ديني رغد الله أقراح. إذا الشيء يعتمد لمنهجية العمل ذي الميدان التواصل بين المواطنين ترجع مستمرة زين هاومين داخل اليهودان أرغى نكمل المهمة لكن دائما في اتصال مستمر ونتمنى اتصال هو يعني غادي تقوى ديال المستقبل. لأن التجربة الثانية كان المجلس البلدي ترجع ناجحة بكل معايير
المواطنين سواء داخل البلدية جماعات أخرى مجاورة جماعات نغني جنبي الاثنين أستخلص العراق ما يمكن أستخلص العراق أخي برلماني نغني الاثنين غانا خروا أسعنا نغني الاثنين خروا أسعنا أجزاء من ميزات يتميز البلدية المغذيين خير مني على الأقل هي رغبات المواطنين التواصل مع المواطنين. المجتمع المدني والدول المتقدمة ترى دور رئيسي الموضوع بعد الدول قسم الدول الشمسة الموضوع بعد الدول طبعا من ناحية السورية الحمد لله المغرب والغاز المجتمع المدني مصدر من مصادر التشغيل ما غير المجتمع المدني مصدر من مصادر التشغيل كيف يعقل يجي جماعة حتى تهمش لخلق جاهل المجتمع المدني بينما الدستور بوجود المجتمع المدني حق التشغيل مصدر من مصادر التشغيل بس حق الشرعي المجتمع الشيء المشارك التشريع المجتمع طبعا المجتمع المدني المطيب فاعلين اخرين جماعه المدنيه سهمن اقتنحت نسب هي اغلب القرارات تاخذ الشيء المدني هي اغلبها ما يمكن جمع المجتمع المدني قبل الاجتماع في الدور العاديه توصية الشيء بنين كيفاش دول الأعمال قد تخل بناء الخاصة مهنية القرارات انتفعلت من مرقب المجتمع المدني ذي عن اسم مختلف سمونا سبب أيضا أعضاء الاجتماعي لنا يجج المواضي من خلال ست سنوات يسهل بشكل إيجابي أمن شكاخ كذلك رجال الإعلام سواء رجال الإعلام للصحافة المرئية أو المكتوبة أو المسموعة جدًا مشجعين في المجلس سواء شادي قبس واجب ثم سوقا بصدق وبأمانة جميع المنجزات للمجلس سواء تقترب الفرصة أيضًا عشان شكاخ جميع أعضاء المجلس البلدي بدون استثناء المجهود يصير ضمن كل جنس الموقع المس كل جنس موقع المس باش يدور المجهود النيم يدور المجهود جماعي ترجمين من مجهود فردي ومشترك غير مجهود الجماعي وخمتني مجهود جماعي السلم سيد رب العالمين مجلس التعاون يد الله مع الجماعة يد الله مع الجماعة ايضا خاصة الشكا جميع السلطات كيفاش معاون سواء سلطات امنية او سلطات محلية او اقليمية او جنوبية او سلطات وطنية لانه الجيش البلدي ما عرفش شنو تفوز السلم معنا بانه بنضيف تشاطر ان شاء الله مقرا شاي نار زادي السوته بالتصدق وغاسولو اذا وين بهذا الشيء سيفوزنا جميع المتعاونين في الدولة المغربية ومرة مرة تشوفوا سنة حتى المتعاونين من خارج الوطن من بلدان أوروبية إلى آخره وجدين التجاوب زي المتعاونين والمشاركين من إرادة صلبة وقفية زي المجلس البلدي المغربي ما يمكن وكيخدمه المتعاونين إنه سابقا هو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عاوننا خطصيونا ولكن دائما ننسى وكيخدم عاون شبع نسى تأسف نسى إنه ندي غير الرعي وجبون شين ملفو سنة جميع جماعة مجاورة جميع أقارب مكونة الجيران نبتوسنا أربعة العاصمة المغرب نبتوسنا في جمعيات غبارة المغرب إذا أنا قيد الجيران له وكيف حيوان إن شاء الله
النكس هنا خسروا السبت خسروا السبت خسروا القهوة يسبقون خسروا القهوة مانين ولكن بلاش كم يوم أنا يتولد تولد ستة وين ونوى تويري عشي سبروني تولد مش وانت بسعني شو إن شاء الله نخسر عمل نلقى عمل نظيف نخسر نلقى عمل نكمل إن شاء الله شرفة نزهة وانت بسعني تولد يني قد اتوارا نفسك كن يوم اتوارا ولا بد هذا القلب المصير إن صلى بالعالمين لا يخلف وعده قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب المجلس اجتهد في أصابه ولكن وزمانه من أخر النوقع نقل واجب 100% اشتبناش الإخوان النخل تحسس النقص تحسس التقصير أنه الإنسان بيتبقى مقصر وناقص ولكن نقابل ما يكمل ونجيونا ديجا خدم مارا مارا سفد الحد خدم مارا مارا سجيرا باش ما نجاو أكبر عدد ممكن الحاجيات المواد المواد والحق حق أن يقال نفعل مساعدة طبقا زي ناخي بين بطي نهذا ما سرح يضوى بالوال بكسد المعبى بالوال نفرق خاص شكل السبابة التي متشابهة والنوال عاون بزاف وناس الوال بحال المواطن سن فدخل الوال فيك لابد أن ينحق له حقوق اليوتان مدرب الدين شرفاء وسبوع ضرب عندي ونقصتنا على الدين مزيان على شهر زمان يعني في العموم اسبوع كم اسبوع نسال مش له ذلك تاريخ نعرف الوطنيه السلامي ما زمانش انا شغال نعيش الدين مزيان وهو كذلك وهو كذلك مواطن خارق الجهات البشرية الإيجابية هنالا سمونا سبيا شكاكدا نتمنى أذك بنفس الصناعة البشر المجلس الموقف إن شاء الله لا يفوز بالمجتمع يستيقظ بنفس التواصل نفس التعاون نفس المساعدة باش أليرينش مارام من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتصدون عن المنكر ننتقل بمنطيب يسموه ضوالا قرار أهنديت طبعا تنديت سموه أصلا تنديت تاريخية، حضارية، معمارية، تعليمية، ثقافية هذه غان بالدهن ولكن وزمات من التنديد دي على سنة مصر شيء لا أرسل زلو من بداعة مدينة شبه يعشون دراسة هذا طلب الاعتمادات هنا من التنديد 100 سنة ولكن وزمات من في ظرف وجيز شيء استطاع الكسر بسوس بشكل كبرى أشعر ممكن دينا ما يطلق الضوان للعروض الحمد لله نجح وأتاني بابه بكل أمانة المستقبل القريب يري بطيب من المدن التي يحسب لها حسن ومستطع أتحصل أكبر عدد ممكن المشاريع تكون مجنب ذا الأقل يستفد شوية لأنه يبدأ بذلك شوية بطيب فاخترت من القياس تقريبا البرنامج الدولي شنو هو من كيش البرنامج تمت مضاعفته بالمئة دي المشاريع ترى المغامس توجد صورة مشرفة ولكن أخذوا لها خمس تقريبا ستفسير كل جنة
أنا أقول في شيء سهل قبل على الصلاة، ولكن استنى نتجاوز الصلاة. وفطم ما هو له ما فما هو له خلونا نجتمع غادي نطلع العقار قسم بلدي من من الجامع فيل من الجامع في طور جرأت فما أمان تقريبا ستة ثمانية لاش رخاء تلتقي شحنة تلتقي من البراج فما نشتغل في جميع الاتجاهات ساعة ونشتغل شام بوبال نانج ولكن الحمد لله لاباس نفاي من النوال ولا شيء المترو والكترو هذا كان نفاي تفوت ضعف نادي ثلاث مهم نفاية في الاخر انا ايام ما ركزت قدام الصعوبات ولكن تجاوزي والاسم ورجع لوكستان ورجع حاجز والاسم ما يهمني شيء ديال الجودة لانه نجو حنا واخا خديج الجزء كان السبيلة تونيش إقليم تونيش الجهة الشرقية المملكة المغربية للمحيط النص الإفريقي العربي الإسلامي للعالمية نجو حنا نعيش العالم نجيش العالم حنا شان كيبدا من الأخي خنغ تكاك خنغوها تكاك برجي تكاك خنس أنا يخسر الجو نرين محليين إقليميين وطنيين دوليين خبر قدوليين فرح إنه العالم الإسلامي ما السكن الطاق صوت في عشان كان شيء جديد فيهم تقدي مرابي وهاي البحر لا شيء جديد سر من مجموع سر العالم دومن من مجموع سر العالم دومن أحمد فهم غابس كذلك قد وجود إنه المغرب يعدو نجم مرحلة تسحيزة للسنوات الأخيرة بدنا زي الربيع العربي مرور بالتعديل الدستور وصول بالحكومة الجديدة الصعوبات تلقى الحكومة ينشط صعوبات تنغاها من صعوبات موضوعية إنه المغرب جرى صعوبات اقتصادية اجتماعية ثقافية سياسية ولكن حكمة جلالة الملك بمناسبة 9 مارس الخطاب النص التاريخي يعني ليس تعديل الدستور يتنازل عن عدد السلطات واش ندير المنتخبين واش ندير الحكومة واش المغرب توازن بين السلطات وبين السلطات الملك السلطة الحكومية أي السلطة الملكية السلطة التشريعية السلطة القضائية خدوا في إطار تنسيق الدستور الجديد وعليه صلاحية مهمة جدا هذا القانون الجديد لما نحاول أن يتم الانتخابات سنة خدوا لا بد يخسر نجاح لا بد لأنه المرحلة الجزء الثاني زي تقديم الدستور أو الانتخابات البرلمانية قبل أول توقع 2011 المنتظر الدستور بلوز الانتخابات الأولى مش سنو في بعض كمان الانتخابات المحلية الإقليمية الجهوية الوطنية بقارس ولكن تنجح تنجح المغرب ملكا وحكومة وشيء أقدر الأمر الفشل لما يعني نتاول أن تعرضت في النهر طاور وهي النهر العائلة النهر الوطن النهر الخطر إنه دين المبادئ دين قرار لا يجعل فيهم من غير من فترة قرار لا يجعل فيهم الديمقراطية الخلطة الديمقراطية ويجشن نموذج ويجشن نموذج الغربي شرطين أمريكا لا الشيء تخضع نموذج لخي ناس كأمة إسلامية لها حضارتها ولها تاريخها ولها مقوماتها طبعا شوية ديمقراطية ولكن برامنس سدين برامنس خاطم مرة الشوائل الغية وزبارة لا تحفظ عليهم أيضا نسى المناسبة دروا من أخبرناه الشيء نفتح العالم كمان ولكن مع الاحتفال بالهوية الوطنية والدينية والإسلامية والإخلاقية ونخيم السدينات بسطرة
رغم أنه في المغرب في بعض أصوات النشاط مرة تسرية جدا يعني مرة تسرية الغابة المثلية قام الشلوبة شن حواجهم هذه السحابة الدينية من ينقعش الشيء لا ثم لا وألف كلا ما يمين خدم الشيء لدنيانا كأننا نعيش أبدا ولأخرتنا كأننا نموت وجميل خيدنا الجمال شيء سبق التاريخ سبق الحضارة سبق العلم سبق العلوم المختلفة وإذا اقتبست اقتبست إزاي نخب أوروبا لما نغنم اقتبست إزاي الإسلام للمسلمين أغلب العلوم فعندما اشتغلت وإن تطور التكنولوجي وإن تطور العلمي والبحث العلمي الآخرين ولكن الأساس كسي تصغر ولكن نتيجة خسارة على الدنيا العلوم العصرية بدون علوم كجسم بدون روح مثل الإنسان جانب المادي والحس تغفر الجانب الروحي كأنك تبني جسم وبخلاف عرف الأدواس الأخلاق القيامة يابح دنيا وأخرى دنيا أوروبا وغندي الفخر طوال العلوم الصناعية همنا من جانب الغني من جانب الأخلاق من جانب النساء من جانب الروحي وغندي الفخر إن شاء الله أتمنى الشيء طوال نخطو تيشان الفخر لكن توازن ما بين العلوم الصناعية والعلوم الدينية باش يريد أمنا النساء متوازن طبعاً جزء ثاني زي تطبيق الدستور دي الانتخابات المقبلة إيش جاء هذا إيش جاء من هذا الجد ليس مجلس مستشار إيش الغرف المهنية ولكن التأسف دي الغرف المهنية وتولدون اهتمام بزاف ولا اهتمام بزاف دي الغرف المهنية ربع هذا المهن نازل المرشحين والنف ربع المهن ليس حرايفين وها يعني جاي جنب يقدم وها ويقول نخا سوزن الفرنسيس سوزن الغلسل سوزن المرشحين نخا من الاقدم لا أخذ أنه ليس الصالح ليس الطبيعي بس ربع هذا المنتخبين زلوزان الفرنس زلوزان الفرنش عيب إذن تهتم بسنها المخبر أكبر أكثر مع العلم أن كل جزائر خاصة عائلة الناس عصر أصدقاء الناس عصر قبيلة الناس عصر أصدقاء داخل الدائرة الانتخابية خارج الدائرة لابد أن تعرف مربال تعرف مربال تسيره أنه ما يمكنش أن تورج الموتى أخصص بس تعرف مربال تسيره من غير سيج الجنش أي ناس متخبر ما مشي إجابة سلوك الناس إخراج الناس يكون دائما نس الكومبورتمونس يعني التعامل السيئ وذا المعاملة نس لو الدينو النصيحة والدينو المعاملة نصح مش جخ نس لا يدخوا هذه الله ما لا تقول شيء مش غير صالح إن تسلا على نية تسلا أفهم نقص تمني هنا نس من يدك إنك إنتاج صوتي مين أنا من هو العالم أحبابي مؤطر سياسي مرحبابي ذقن التعليم يوروبي الأجيال مرحبابي للعائلة الطبيب مرحبابي السياسي محنك مرحبابي نفتح عند الشغل روح مرحبابي ولكن أدياس نادرة نادرة زمن لو تخضر كلمة عندن مش هو الجارة لحد أدياس نادرة لشين سلطة سلطة مدينة من المشروع مش المجتمع من دراسات الدين من أبحاث الدين من خدمات تقدم للمجتمع صحيح عرق الفلوس ولكن ما رأيك مليار ما عملت صدع شيء يودا غاك 500 مليون أتكذا بسيدة راح احتضن النار أجاز بخنا بسي محمد سخدا 30 يودا من ذي الفضاء يتوفى عن الشيء ما نتغيما ما نتغيما أقول بذود يرمشتان في الاجتماعات يخلق عدم له كي تسير فزاد صدي يودا نشتا تعمل انتخابات ما
ما معنى؟ وني غادي تجيب الفلوس تصلي شي تفكر محكش نعمل كيش القهوة كيش الغارة بو يغلي سمع أناش كيش فابريكا ما تكون نوار وغني على روض كيش فابريكا من مليح صفو الزكاة زي الفلوس لي وتجيب أغتاوك الفلوس شبوهين شبوهين استخو كلمة لنا حقا وش أسيبي وش أسيبي وش أسيبي أشي نرفعي باش أخذ الصمت ليس هذا هو جعار من يداري وجعار من المغرب وجعار من يسر من الوهرمة هذه تسمى فاسد مفسد نفس المجتمع له نفس الطاور له ولهذا هنا بعض الرسائل لابد أن نفهم عن السوقي هنا مرة كل الزوجة السوقي 10 مرة تأخذ 12 تكون شارع مرة تأخذ 100 تكون 1000 أول حرفيا على كلفة السوق خافية تشتري مجلس النخ الله يجزي بخير يخشى من الطاسي من يهودان برماتيين كم يمنى من أصلا ما تسبع شارع من كل مترو في السكة سبع يخشى سبع 200 ألف مترو مش أحسن من أجل بتاع 100 مترو شحال نفرز السوق اليوم عن طريق المياه البلد ولا أخفيكم أنه بنتي بتبديش هذا ني غادي نشد مواد الشيء من الشرق الغرب الشمال الجنوب مقبلون ان شاء الله باش نوسع مدار الحضاره ني غادي نشد مواد اسكت وانت شكون في مسجد ديال الكونج ابدا واش تقدروا باش ندير لك واش مليار بالمواد نجي باش تقدر تدير شي تفوق نجي وما نجي باش تخرج نجي تقدروا تروحوا نجي باش تخدم مدرسه انت تكون مهني تكون طاوله باش تجي تدرس شي حاجه بروبيه كانت شمية كلها بسوء خفيف لا يجوز شرعا ولا قانونيا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا يوجد منا فضاء أصل المغاربي يوجد منا فضاء أصل الخليجي الأمريكي الأوروبي كان نحن الأوروبيون شستاخا أخصوا الله في يوجد الفلوس ما يمكنش البنى المغرب البنى الشركاء سواء من شركاء داخل الجهاد النواهي الجهاد الربا الجهاد لا يفهم الغيار ان الشركة الجهاد المجاورة عن الجهاد في نواهي فهم ان السنة المسلمة اخ الجهاد عشر هو 19 من عشر ان هو المرحلة المقبلة غا ستة حتى الشباب زي وجدة مقترجة جهاد يشتري من الجهاد المطلوب على مستوى الجهاد هذا هو السور في الانتخاب الجهاد كلمة على ما انتخاب الجهاد فإن غير الشمال ودوين تصل أصوات ومدج فعليا مرة جهة شرقية شمالية شرقية جهة شمالية جنوبية فهما رؤساء نسجلوا ديروها أدوان بنا جسور التواصل بين جهة شرقية جهة الشمالية الغربية باش نعرفوا أنت كيف تبوشي خاو ترجع راس شوي فلوس اختصاص الفاضل شي دابا عفاش تقول كاين الخد ان شاء الله التاهيل باش تقول لي شاشة ديال الخد فيما يستقبل ان شاء الله سمحت لي طريقة مكرة بزاف اختصار شروط النجاح الانتخابات هو التماسك التأزر المشاركة والسابقة الجهة طبعا ديال الدار شيخوما ديال الدار شيخي تشي ديال الدار ملايا يجوا مال السنان هذيك جارزة جار فرح نصبر نكسر باش نكسر لان غادي يطلع عمرك قبل يدخل فيني يدخل الشوا فيني يدخل الشوا الفاسدين المفسدين طبعا عندي يوم جهاد يوم جهاد اكبر انه ما لازم نقيم ديال الدار شي نقيم شي تيموال ونحرر اليهودان باش نبدا نواجه الوطني داري الاخوان اخواني مالو لي دواب من القليل ديال الدروا اخوانا مش غنسقي نفس مش غنمشي نسقي هي مسؤولية ونتوجد بدائي اللي غاجر في شحال الاستثمار كاين شي حاجة اللي بدي يدير الاقليم ديال المغرب اتمنى نصدر بليهودان وتسوق تهدد قاري مليار هاك مليار 100 مليار شنو هاد السنازين شهر يجي الشهر والله ثم والله ما السنازين الشهر عندك 600,000 مليار بريد نهزز المريض السنة وذاك حسن مصطفى حسن أمره أمريكا ولكن لا
لهم دينهم ولنا ديننا، لهم حضارتهم ولنا حضارتنا، لهم أوطانهم ولنا أوطاننا. ما يمكنش أبدا تتحرك البر والصحراء. ولهذا نتازل ودنا ما نغاوش نبر الصلاة في المغرب. وإلا أسرديني الدولة المغربية أتحمل مسؤولية الأمنية وتحارب الفساد المفسدين الانتقالات. مش يستني للدولار سنشيزة وسمونا سمية طلب تستعمل لا ريزون ديتا حق الدولة في محاربة المفسدين. مش وقت عندنا شي حاجة بالغني أنا أدعوه في الموضوع النغني، ولكن توجه من هنا السلطة العيون الدولار سنقطة السلطة الرسالة لطاوضي شيخ بيسوي السلطة الأول سنة دار الباب وزما أنا وش بدنا في الجهة ورد الوطن ولا عالميا زلوا خمسة من كل شيء. هذا هو سأل المغرب سمع المغرب سمع المسلم كمان. تغسل زي الشباب الرم التألم للميادين المختلفة ليس عيبا. جمع السلطة القنطية ودن ويستنجي حاجة دي القنطية ليستنجي حاجة أخسر من العلم من المهدي اللحد كما جاء في اللحد. أنا نرمز فيها ويا أنا عاونة فيها ويا أنا ريب متأذرين متضربين النموذج المغربين نبنات على غراب نبنات شبخة ولكن غاس سيبغى مغربي هنا ما بيش ناجحة ماليزيا تركيا بيش عادي أصلنا بجوة بنا نموذج مغربي مشهود له بالنجاح من طرف أصدقاء الأعداء في القبيل من طرف الوفود المختلفة للمكافآت الدولية للظهور التصرف قامش نجحم هنئ لكم استمرت قاومش أو مش الميزة أنكم تزدوا منطقة جغرافية متميزة وتشحن الخطواتهم إيجابية كبيرة. خلافا لما يروج تربع المواقع الإلكترونية أداء المغرب أداء داخل المغرب خارج المغرب خاصة أن يفعل صحيح للخصص ولكن الخصص وزما إجارة الكفر برضا على الخصاص مش حاجة دي كولاية وجارة شقة الكفر كفر سيد بالله نفس الدين نفس الوطن. الوطن يغرى كان مع الوطن ثم الوطن ثم الوطن برام شعب وخطب ما رح نجد ليوش الأذكي الضغر المجتمع هنا ولكن الكفر بالدين وبالوطن وهذه تاوي من لا هلاك. وأن المغرب ناس الشركاء، الشركاء أساسيين ومهمين للعالم عشان استعداد باش كيف معهم ونخدم متدايات برلمانية لدول صديقة وشقيقة وجارة نعيد ثم البرنامج في 2017 خشب برنامج رائع اللي بهر العالم خصوصا التعاون الدولي شمال جنوب شمال شمال مغرب افريقيا ثم التعاون الدولي خرج مجموعه وانا مغابزه في كوادريكس المغرب بركز المستقبل القريب خل المناطق الصناعيه المنطقه الصناعيه لكل اقليم تدريجي عطاو لكل جماعه باش نوفر الشغل ودابا ان شاء الله السنه الماضيه الشغل الجميع نشعروا بها العمل الجاد سيوصلنا إلى حلول ناجعة لهذه المعضلات. أعتقد أنه أن اكتفى سمنايا وشجع المجال لإخوانا في الوصل ثم لازم يجد فترة من النقاش شيء كلنا أذان صاغية إحنا دوم السماء اللي تلاحظهم الآراء لهم و
أختم بقوله تعالى: وقل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. واستمع شرنا، ولكن أرجو أن تكون الكلمات قد وصلت إلى القلوب، إنه أتكلم بقلب خالص وأتكلم من أخ إلى إخوته، وأرجو أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا في الخير لنا ولأسرنا الصغيرة. تورث جن قضية النساء والمغاربة وهذا شأن مثلاً إذا الإخوة ولا خالد إن شاء الله هذا شيء من الشيء الوقيرة والقسامة. تمنى شد منا هذه الشدة وشد قوة الصدور إنه أمر يتعلق بالرجال والنساء. فمرة نرى الدور حتى نقيم حد تمرة مغاربة ومروة نقيم دروس سوى الدروس. ولهذا ما يمسك إخاء الناس دخلوا بالمغاربة كيفاش العضو هذا يجي يستكى تعرف انا تزوج اجتماع في دم باش ازدواء باش ان شاء الله سند من قوى السمع باش نعمل جراحيه بسيطه تشتغل تمنى ان شاء الله تصير الاكتشاف ازدواء ان شاء الله تزوج قرب ان شاء الله تزوج تمنى ان شاء الله تزوج ان شاء الله تزوج. شكرا لكم.